زعيم حركة طالبان باكستان بيت الله محسود تأكيده أن محسود على قيد الحياة وبصحة جيدة. وأضاف حكيم الله أن كل ما تحدثت عنه وسائل الإعلام عن مقتل محسود هي أنباء غير صحيحة، وقال إن ذلك يعكس الدعاية الإعلامية السوداء للأعداء من أجهزة الاستخبارات الباكستانية والأمريكية، وأن الهدف منها هو إجبار محسود على الظهور العلني ليكون هدفا للأعداء على حد وصف حكيم الله. أعتقد أن ما سمعناه من وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية من معلومات تتحدث عن مقتل محسود غير صحيحة، فمصادر من السكان المحليين في وزيرستان تؤكد أن محسود على قيد الحياة وبخير.